وزير الصدر يحذر من التطبيع، سياسة رعناء. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. حذر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت من التطبيع، واصفا إياها بالسياسات الرعناء. وقال العراقي في بيان: حذركم الصدر من داعش، وما هي إلا أشهر وسقط ثلث العراق بسبب السياسات الرعناء. وأضاف: وحذركم أيضا من التطبيع، وها أنتم ترون التصريحات القذرة المطالبة بالتطبيع، ألا تتعظون؟ فهذه حجة دامغة على أن يكون الاشتراك مليونيا لمناصرة الإصلاح، وإلا فات الأوان ولقد أعذر من أنذر.